النهارده فعلا يوم جميل، وزي ما حضرتك شفت تفاعل الساده الاعضاء واقتراحاتهم الجميله وقراءاتهم للائحه حاجه تفرح. يعني انا مبسوط بيها جدا، وحضرتك تنبسط بيها، وكل اهلاوي بجد ينبسط بيها. حتى مش عايز ابالغ، حتى اقول كل مصر ينبسط ان في ناس فعلا الحمد لله مهتمه بلوائحها، عايزه تصنع قانونها، عايزه تصنع تشريعها. وده كمان يحمد لمجلس الاداره ان هو التشريع مش نازل من فوق، لا لو سمحتوا تعالوا ابدوا اعملوا تشريعكم انتوا. ده شيء جميل، وانا اعتقد ان شاء الله كما دائما الاهلي هو الرائد، كل الانديه بعد كده هتحصل الحظو ده. كل النادي لازم يعرض لائحته على جمعيته العموميه، الناس تشارك، الناس تقول رايها. التفاعل اللي شفناه في الندوات، الحراك اللي شفناه في الندوات وغير الندوات من اعضاء الجمعيه العموميه واعضاء فرع زايد واعضاء مدينه نصر واعضاء كل النادي الاهلي بعمومه، هذا التفاعل لابد ان يترجم في نصوص. النصوص ان احنا عاكفين عليها وبنعيد صياغتها وبنعدلها وكل حاجه بناء على اقتراحات الاعضاء. الاهم بقى تعالوا ايها الاعضاء المحترمون، تعالوا هذا اليوم علشان تخلوا هذه النصوص موضع تطبيق. انتوا اللي هتخلوها موضوع تطبيق، وعايزين ندي رساله للجميع، هو ده النادي الاهلي وهم دول ابناء النادي الاهلي. وقت ما النادي يحتاجهم بيتفضلوا ويجوا، وزي ما تفضل كابتن محمود الخطيب مساله اللائحه الاسترشاديه خلاص شكرا، ادت دورها في مرحله معينه، لكن اليوم ما ينفعش موقرين. فان شاء الله انا متاكد اليوم هيبقى يوم عظيم، وهيبقى ناس كتير، وهيبقى الحشد جامد. وطبعا هو يوم 28/9 زي ما تفضلت حضرتك يوم الجمعه، وهيكون بمقر النادي الاهلي بالجزيره، والاداره التنفيذيه طبعا بقياده الاخ العزيز العميد محمد مرجان فعلا يسر كل شيء، والخريطه كلها شفناها حاجه جميله جدا. يبقى ان شاء الله ان احنا نقول احنا ابناء النادي الاهلي، احنا بنسطر دستور النادي الاهلي.